أهلا بكم. أعلن الديوان الأميري في الكويت اليوم عن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 91 عاما. وكان التلفزيون الكويتي قد قطع في وقت سابق برامجه المعتادة ليذيع آيات من القرآن الكريم. وكان الشيخ صباح الأحمد الصباح قد دخل في مستشفى بالولايات المتحدة في شهر يوليو الماضي للعلاج، حيث خضع لعملية جراحية، وكان في نفس الوقت وفي نفس الشهر تحديدا قد خضع لعملية جراحية أخرى في دولة الكويت. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ببالغ الحزن والأسى ينعى الديوان الأميري إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه، داعين الله عز وجل أن يتقمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا إلى الله وإنا إليه راجعون.